معنا من الخرطوم الخبير في شؤون المياه والري الدكتور عبد الله الشقدي. اهلا بك دكتور عبد الله الشقدي معنا على سكاي نيوز عربيه. دكتور عبد الله، يعني هذه مصيبه كبيره حقيقه طبيعيه واثرت على كل شيء في السودان. ما الوضع الان من ناحيه يعني انحسار المياه، من ناحيه حمايه البيوت، من ناحيه يعني حتى حمايه الاماكن الاثريه، ما الوضع؟ كيف تقيمه دكتور عبد الله؟ السلام عليكم. الحقيقه ان ربما الأسوأ قد يكون قد مضى، يعني النيل ربما الان وصل الى اعلى مستوياته، ونتوقع أن يبدأ انحسار مستوى منسوب المياه في النيل خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله سوف يتبع ذلك ربما انحسار الماء من عدد كبير من الأجزاء التي تضررت، لكن وقع الضرر بكل تأكيد على عدد كبير من الناس. هناك من فقدوا أحبائهم، هناك من فقدوا بيوتهم، وهناك من فقدوا المأوى لفترة محددة، وهناك من ضاعت ممتلكاتهم. الحقيقة أن الفيضان استمر فترة طويلة، يعني أكثر من المعتاد، وكان مستواه عالي جدا، وربما يعود الوضع مع مرور الوقت شيئا فشيئا، تعود الأمور إلى طبيعتها. هذه هي طبيعة الفيضانات، لكن الضرر قد حصل، وكان الجهد الذي بذل ربما الناس بذلوا كل ما يستطيعوا، ولكن ربما المصيبه كانت او القدره كانت اكبر منهم حقيقه ومن استعداداتهم، لان الفيضان كان بمستويات غير مسبوقه على الاطلاق. اشكرك من الخرطوم الخبير في شؤون المياه والري الدكتور عبد الله الشقدي، شكرا جزيلا لك.